السلام عليكم. بعض وسائل الإعلام الأوروبية تكلمت في اليومين الماضيين ونشرت مقالات كتقول فيها أنه الجيش الجزائري قام بنقل معدات عسكرية وعناصر مسلحة تابعة له تجاه يعني منطقة بشار وأيضا إلى تندوف، حيث تتمركز عناصر ميليشيات البوليزاريو بمحاذاة الحدود المغربية والجدار العازل. يعني فسرت نقل هذه المعدات والعناصر لاحتمالية نشوب نزاع مسلح في الفترة المقبلة مع المغرب أو مع القوات المسلحة الملكية، فهم من دابا كيستعدوا. وفي الساعات الماضية شنقريحة اللي هو قائد الأركان الجيش الجزائري مشى إلى موريتانيا، يعني تحت عدة عناوين، ولكن العناوين اللي لن تظهر هي محاولة شنقريحة والكبرنات ديال الجزائر أنهم يجلبوا الجيش الموريتاني يعني النظام الموريتاني إلى صفهم ضد المغرب. وأيضا المشكلة اللي عندها مع مالي، فكيحاولوا قدر المستطاع أنه يجروا موريتانيا من الحياد ديالها الرسمي وتولي تابعة لهم ولقراراتهم، يعني على خطى تونس. وعلى ما يبدو فإن النظام الجزائري ما عجبوش الحال، كون أنه النظام الموريتاني أو السلطات الموريتانية رفضت في وقت سابق أنها تغلق المعبر الحدودي مع المغرب وتقطع العلاقات التجارية مع المغرب وتركز فقط على المعبر الحدودي اللي داروه معهم في الفترة الماضية، والذي لم يؤتي أكله. وحسب ما سمعت فإنه فعلا تم توقيف هذا المعبر الحدودي لأنه ما كاين شيء رواج، ما كاين شيء، كاين بزاف ديال المشاكل وعراقيل، وهذا الشيء ما عاجبش النظام العسكري بالجزائر. فمشى شنقريحة هاز في يديه هاد جوج دوسيات بغى يفرضهم بالقوة على النظام الموريتاني او يعني الناس ديال موريتانيا. فهاد الشيء كله عبثيات. انا كنشوف زوبعة في فنجان. النظام الجزائري ما يقدر يصور حتى شي حاجة لا من المغرب ولا من موريتانيا. موريتانيا مستحيل غدا تعرض الامن الغذائي ديالها للخطر بسبب هلوسات العسكر في الجزائر. الكل يعرف ان الخط التجاري اللي كيربط بين المغرب وموريتانيا هو خط حساس جدا، والمغرب مورد رئيسي للمنتجات الغذائية والخضروات والفواكه والقمح وما الى ذلك، فما كاينش البديل لهذا الشيء كامل، والجزائر ما غتقدرش انها توفر هذا البديل مهما حاولت بسبب ضعف البنية التحتية. وأيضا الجزائر أصلا عندها مشكل في هذه المواد الاستهلاكية، هي أصلا عندها مشاكل مواد استهلاكية وغذائية، فما تقدرش تزعزع المغرب من المكانة ديالته، إضافة إلى بعد المسافة وتكلفة التنقل. فهذا أكبر مشكل عند النظام الجزائري في محاولاته أنه يزاحم المغرب في السوق الموريتانية. أما بالنسبة لهذه الحركة اللي حسب ما قالت وسائل الإعلام الأوروبية ديال نقل المعدات العسكرية وقربوها من يعني تجاه تندوف وبشار، فكيف قال واحد السيد أنه الجزائر تريد الحرب ولكن لا تستطيع، بينما المغرب يستطيع الحرب ولكنه لا يريد. فهذه المعادلة اللي كنشوفها أنا بين عينيا. المغرب ما محتاجش هذه الحرب، ما عنده ما يدير بها، ما حطاش في الدماغ ديالو اصلا، ولكن الا تفضلت عليها راه قاد عليها بالبيان. بينما النظام الجزائري ما قادش على الحرب، ومع ذلك كيدير هاد الخرجات وكيدير وسائل الاعلام ديالو كل مره كيهضروا على هاد الحرب، بينما كل يعني بالارقام والمعطيات وماشي غير كلام فقط. النظام الجزائري غير قادر على انه يعني يخوض حرب من هاد الحجم، لانه يعني ببساطة حتى الموردين ديالو ديال الأسلحة حاليا راهم حاصلين في حرب، وكاين مشاكل في يعني في تصدير الأسلحة، مشاكل لوجستية ما إلى ذلك. فما النظام الجزائري ما يقدرش على حرب، وحنا ما باغينها شيء، قاعدين عليها وما باغينها شيء. فهادشي كله غير هضرة، ما كنعتقدش أنه غادي تكون منه حتى شي حاجة. أقصى ما قدر أنه هذا النظام البائس انه يديروا انه يقطع العلاقات مع المغرب ويفرض الفيزا ويمنع الطيران ويقطع العلاقات التجاريه. هذا هو اقصى ما دار، اقصى ما قدر يدير. اما باش فكر انه يتجرأ انه يدخل الحرب، فراه ما غاديش
يقدر عليها، وحتى فرنسا ما غاديش تخلي اي غادي ياكل الشاح بها، لانه دابا حاليا الوضع يعني الدولي ملتهب بالحروب والصراعات، وراكم شايفين الازمه ديال الشرق الاوسط، الازمه الاوكرانيه. فعاد تجي انت تبغيت يعني تقوم بعمل تزيد التهاب الوضع الدولي بمشكل ممكن انك تتفادى وقادر انك تتفادى بحلول سياسيه، فالمنتظم الدولي غادي يعطيك الراس، انت معزول وغادي يزيد يعزلك، وغادي توقع عليك عقوبات اقتصاديه، وبقيه القصه راكم عارفينها. فانا كنشوف انه هذا الكلام ما منه شيء، او حتى الا فكروا انهم يعني يقوموا بهذه الحركه هذه فهم ما قادينش عليها، وما غاداش تكون ان شاء الله، لانه حتى شي واحد ما كيبغي الحرب. الحرب كتبان في الكلام سهله، ولكن في الواقع راها حاجه مخالفه تماما، وحنا ما كنبغيوش شيء، ما باغيش ندخلوا نهائيا في هذا نخوضوا نهائيا في هذا الطريق، ولكن الا تفرضات علينا راه قادين بعون الله تعالى. اما بالنسبه لقضيه الصحراء المغربيه، كيف قلت وكنقول وغنعاود نقول انه هذا الصراع هذا راه تم الحسم فيه، ماشي فقط بالهضره في 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 الندوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بل في المجالس الامميه ومجلس الامن والامم المتحده. الدول ما بقاتش كتحتمل انه يكون هنالك نزاعات بهذا الشكل هذا. ونشوفكم على خير.